السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خدوا حبايبي الكرام، من جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، أرانب للبيع أو مشروع يا جماعة، صور للتصفية، تمام، بتاع إبراهيم يا جماعة من أجا تبع ميت غمر. طبعا رقم التليفون بتاعه هنسيبه في الوصف تحت في الديسكريبشن عشان لو اي حد عايز الارانب، ارانب يا جماعه بعيالها والسلكات بتاعتها. انا يا جماعه بعمل العمل ده مساعده للشخص اللي بيبيع الارانب، يعني انا بساعد الشخص اللي بيبيع الارانب، بس انا غير مسؤول عن اي عيب في الارنب. واحد قصدني اني اساعده وبيع الارنب بتاعته، بس انا يا جماعه غير مسؤول عن اي مشاكل في الارنب، تمام، علشان برضه ما حدش يزعل مني يقول يا بوني انت قلت نزلوه عندك على القناه وخدنا الارانب فيها مشكله. انا ما شفتش ارانب بعيني، في راجل بعت لي فيديو قال لي اعرضهم للبيع يا ابو نرمين، وانا بنصح ببيعه الارنب البقاره. انا بنصح يا جماعه انك تشتري ارنب بكري جاهز على الشغل. فكمل فيديو معانا الاخر، شوف الارنب بتاعت ابراهيم يا جماعه، ورقم التليفون بتاعه في الوصف تحت، واي حد محتاج اي حاجه مننا يا جماعه من ابو نرمين احنا تحت امر الجميع. يلا بقى نشوف فيديو مع بعض، يلا بينا. تحياتي لك ابو نرمين، دي ارانب للبيع بالسلكات، وافرج حضرتك عليهم. هو برضو دي ام تاني مرة ليها، معها خلفة، معها 7 أمهات عمر 12 يوم، ودي معها دي فاضل لها 2 3 يوم وهتولد، دي بتحضر خلاص، ودي فاضل لها 10 ايام ودي 10، فاضل لها 10 ايام وهتولد، ودي معها خلفة وهي برضو عمر 13 يوم ولا حاجة، ولسه برضو ما عشرتهاش عشان في الحر، ما عشر متاخر هي هيت. وبرضو تاني مره، كل الارانب يعتبر يعني لسه اول شغل، التانيه والاولى، ودي ارنبه مع الشراها من 5 ايام، كنت فاطم عيالها قريب يعني، ودي معاها 5 برضو مع الشراها من 5 ايام، هي عمرها 20 يوم عيالها، ودي فاضل لها 10 ايام وهتولد، ودي معاها 6 عمر 20 يوم وعشر برضو من 5 ايام، ودي برضو كذلك برضو عمر معاها 5 وبرضو مع الشرة من 5 ايام، هم عمر 20 يوم زي دول، ودول اول مرة يشتغلوا، ده اول شغل ليهم، ودي برضو مع الشرة من 5 ايام بس ده برضو هيبقى اول شغلها، ودي انت سنامي برضو فاضل لها 10 ايام وهتولد، ودي برضو معاها 7 عمر 20 يوم. انا بعشر كله مع بعض فتلاقي كله برضو السن مقرب واحد، وبرضو مع الشرع من 5 ايام، وهي برضو دي تاني بطن ليها، ودي برضو ام معاها خلفة عمر 12 يوم، ام معاها 8 عمر 12 يوم، دي تاني بطن برضو، ودي ام معاها 10 بس انا فاصل اخوات وماما، اتفطمت بدأت افطم منهم لان هم 10 كتير عليها، وسايب معاها 4 وبرضو هما هم عشرها برضو من 7 8 ايام كده، ودول هما فطموا منهم يعني وصلوا عدوا 30 يوم، ودول الدكرين، ده دكر وده الدكر التاني، وده برضو دكر صغير احلال كده عمر وزنه 2.5 كيلو ولا حاجة، ودي ربة وزن 2.7 كيلو 700 كيلو 500 كده، برضو متراوح الحدود دي، ودول برضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ابو نرمين. ده المشروع اللي انا بقول لك عليه، المشروع ده انا هصفيه عشان انا اتطوعت في الجيش وجالي يعني واخد والبس كمان 12 يوم، فالمشروع قدامك اهوت، مكاني في متعيش جنب قريه ميت ابو خالد جصفة جنب سهرجة الكبرى مركز متغمر دجحلية. ده المشروع اهوت، 5 6 نتي وذكر، امهات والده ما شاء الله خلفات جميله، امهات احجام عاليه، امهات احجام عاليه ما شاء الله، شغل جميل، امهات حلوه وشغل جميل، بسم الله. دي اول نتاية معانا،
هننتهي معانا نفس الموضوع، أمهات دي معاها 6 وديت معاها 7 إن شاء الله. حاجات جميلة، هارلي كوين، هارلي كوين اهي، شغل الهارلي كوينات، أمهات جميلة، أحجام حلوة، سلالات نظيفة، أم تانية اهيت معاها 9 أنارب، 9 ما شاء الله، حاجة جميلة نظيفة. بصوا حتى أرنب هلة، الهلة أرنب الهلة الأسد، مش كله يعني معظمهم يعني. أمي كمان معها 4 أنارب، وأم تانية سودا ريكس اسكندرية، هي الأم بتاكل تمام، ومعها 12 أرنب إن شاء الله، 12 حتة، 12 أرنب كاملين. جميع الأنواع، دوتش وبابيون واسكندرية وجيكي فرنساوي نيوزيلندي يعني. أمي كمان اهيت، أمي ديت لسه معشرها، أمي حجمي جميل، أمي جميلة برضو. ونيجي بقى للذكر ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر حجم عالي، 6 كيلو، حاجة نظيفة، أو 5 كيلو ونص برضو يعني، في الحدود ديت من 5.5 لـ6. ذكر ما شاء الله حجم عالي، بابيون حاجة نظيفة جميل، ببطاريات، اللي عايز ياخد بطاريات، اللي عايز ياخد بطاريات، مكان جميل، شفاط، مكان شغال. والسبب ان انا هتطوع في الجيش، فمش هفضل الانارب ومش هعرف اهتم بيها. وشكرا، وتحياتي لك ابو نرمين، وتحياتي لجميع المتابعين، واتمنى ان انتوا تدوسوا لايك لابو نرمين. طبعا يا حبيب قلبي، زي ما شفتوا كده الفيديو او الارانب اللي ظهرت معاكم في الفيديو، قلت لك يا جماعه مجموعه ارانب في متغامر، مجموعتين عندي جوش شباب يا جماعه. طبعا ارقام الدفاع هتسيبها في الوصف تحت، اي حد محتاج الارانب يا جماعه يقدر يتصل معاهم ويقدر يشتري الارانب والسلكات بتاعتهم كامله يا شباب. طبعا تحياتي ليكم، تحياتي لكل متابعين على القناه، بنشكر الناس اللي كملوا معانا الفيديو الاخر، بنشكر الابطال اللي وصلنا ل 152 الف مشترك على اليوتيوب يا شباب، وان شاء الله بدعمكم هنكمل، هنكمل ان شاء الله وصول المليون. وطبعا ان شاء الله استعدوا، احنا النهارده يا جماعه في شهر 6، خلاص النهارده يعتبر 25/6 او 24/6 يا شباب، فالايام اللي جايه ان شاء الله ابداوا استعدوا عشان خاطر الموسم الجديد. ابدا ان شاء الله شهر 8 جهز مزرعتك، جهز عملك، ابدا من الوقت استعد، جهز مكانك عشان خاطر الموسم على الابواب، ابدا احجز ارنبك من دلوقتي عشان تخش موسم قوي ان شاء الله الايام اللي جايه. وان شاء الله يعني الايام اللي جايه خير، ان شاء الله الايام اللي جايه خير يا جماعه. وانا عنواني في مركز شايبين الدقهليه يا شباب، عندي متوفر عندي الارانب، متوفر عندي السلكات بكل انواعها، متوفر عندي العلب بتاعي يا جماعه باسم ابو نرمين، عندي اقفاص عصافير الزينه، عندي سلكات الحمام، عندي سلكات الفراخ البياض، سلكات الفراخ التسمين، السمان، كل من يخص الارنب والطيور يا جماعه ان شاء الله متوفر عندنا في المحل بتاعي في شربين، ومعانا موزعين في الجمهوريه كلها باذن الله يا شباب، واحنا تحت امر الجميع. طبعا انا بحبكم جدا، لو انت اول مره تشوف قناتنا انزل تحت اشترك في القناه، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.